احنا عندنا طول الوقت معضلة السؤال بتاع الصورة الذهنية عن المنتج اللي احنا بنبيعه. فبعض الناس بتفتكر انه شغلانته الأساسية هو انه يبيع المنتج وخلاص. قوليلي ازاي التسويق ممكن يكون حلقة الوصل ما بين فريق المبيعات وما بين الفريق اللي بيخطط وبيحط استراتيجيات يعني. بصي يا دينا، اول حاجة لازم ان احنا نقدر ان احنا نقنع فريق المبيعات ان هو يقنع العميل انه يشتري، واقنع في نفس الوقت العميل ان هو برضه يشتري. فلازم نشتغل على حاجتين اللي هم البي تو بي والبي تو سي. اوكي. البي تو بي ممكن يبقى انترنال او داخلي جوه الشركه. فلازم اصلا اللي بيشتغل على الخطه او الاستراتيجيه يبقى عنده ثقه في المنتج ده او مقتنع بمميزاته فعلا. عشان يبقى عندك طموح او عندك شغف إن أنا أشتغل عليه، تقنعي اللي قدامك ده بمميزات المنتج ده. يعني النظرية اللي كانوا بيقولوها لنا زمان بتاع إن المتخصص في المبيعات ده يبيع أي حاجة، ده أنا أبيع الهوى، ده مش كلام منطقي. ما هو أنت ممكن تبيعي الهوى بس هتبيعيه مرة مش هتعرفي تبيعيه تاني. كتير جدا الأفكار الحلوة والناس الشاطرة، هل ممكن التكنولوجيا تساعد في إنها تقلل الميزانيات الضخمة فتخلينا نشوف إبداعات أكتر لناس أكتر؟ طبعا احنا لازم نبقى عارفين رساله مهمه جدا بنقولها للصناع نفسهم، يعني انه التكنولوجيا هي عامل مساعد، طول يعني مش هدف نهائي، انما هي اداه تساعد للابتكار زي ما حضرتك تفضلت كده. فده دي رساله مهمه بنقولها دايما لاصدقائنا في المجال يعني. ولازم التكنولوجيا يكون ليها واحد من ثلاث اهداف، يا اما بتقلل التكلفه، فالصانع الفيلم او صانع الدراما او صانع الموسيقى او اي شيء من هذا القبيل مقبل عليها لانها توفر له، او بتوفر في مده التصوير، فبدل ما هنصور مثلا في 4 أسابيع ولا في شهرين هنصور في 3 أسابيع. يا اما الطفره دي حصلت اكتر في البوست برودكشن، في المونتاج مثلا. البرودكشن ده مهم يعني، قصه كبيره على فكره. مظبوط، ده حقيقي. او بتدي كواليتي احسن، فلازم واحده من الثلاثه دول التكنولوجيا بتكون بتوفرها. لو التكنولوجيا ما بتعملش واحده من الثلاثه يبقى مالهاش لازمه. ودي رساله مهمه جدا، ان احنا اللي احنا بنقوله ده كمان، وده الناس عارفه يعني، كلهم اصدقائنا يعني، انه عمره ما هيحصل من غير ما تكون الصناعه نفسها والصناع نفسهم مؤمنين باللي احنا بنعمله. انا لازم ادخل ابني او بنتي كليه قمه وطب وهندسه. لو ناس بتقرا الريبورتس او بتقعد تشوف تعمل ريسيرش، بس ريسيرش بسيط جدا على جوجل، كام واحد بيتخرج من هندسه، كام واحد بيتخرج من طب، كتير قوي، والوظائف اللي بيقابلوها قد ايه بالظبط. وفي بحث بالعكس بقى، ايه الوظائف المطلوبه اكتر بالظبط، هنلاقيها مش هي الوظائف خالص اللي احنا بنذاكرها يعني بالجامعة. من التوب 10 مفيش اي حاجه ريليتد بالطب الا والهندسه، غير اللي هي حاجات الكمبيوتر ساينس اللي هي بقى جوه الكمبيوتر ساينس، الاي اي والديفلوبمنت والكلام ده كله. فكره الطب النفسي والاتاحه بتاعته دي عظيمه، بس مش هتكمل غير لما الناس اصلا يبقى عندها ثقافه اللجوء للطبيب النفسي. مظبوط. فاحكي لي عن الاقبال. اول لما ابتدينا كان عندنا مشكلتين، ان مفيش اقبال من الدكاتره، ومفيش اقبال من ناس يستخدموا الخدمه. لما تروح تقول للدكتور تعالى انت هتعمل علاج نفسي عن طريق الانترنت، فيعني احنا اوقات كتير اتطردنا من العيادات، يعني اللي هو انت يعني اللي انت بتقوله ده اصلا يعني مش علمي ومش طبي، وازاي بتقول كده. فده كان جزء. الجزء الثاني انه الناس دايما بتخلط ما بين المرض العقلي والمرض النفسي، فهم بيتعاملوا مع انه المريض النفسي هو مجنون او شخص ما ينفعش يبقى جزء من المجتمع، فاتولد من ده وصمه. فابتدينا نشتغل على التوعيه. كان عندنا حاجتين هما اللي عملوا الطفره الكبيره. واحد، ودي حاجه الناس ما بتحبهاش، كورونا، لانه العيادات قفلت، ففجاه الدكاتره كلهم جم قالوا لنا ايه ده، احنا كده مش عارفين نشوف العيانين بتوعها، محتاجين نبقى على شيزلونج عشان نشوف العيانين. هو انتوا اشمعنى بتقولوا في مبنى صديق للبيئه ومبنى تاني لا تنطبق عليه المعايير؟ اشمعنى البيوت القديمه بتاعه العشرينات من القرن اللي فات كانت جميله ومبهره وجواها حلو، والبيوت الجديده بتاعتنا خانقه وحر واسمنت كتير؟ يعني قول لنا الفرق، وقول لنا لو انتبهنا ممكن نعمل ايه في اللي جاي. بصي، هو الاتجاه اللي في العالم كله حاليا انه لازم المباني تكون بتسيف انرجي، يعني بتوفر طاقه، سواء كان المباني دي بتقدر ان هي توفر الطاقه اللي هي هتشتغل بيها كاناره وتبريد او تدفئه،
أو إن هي بتوفر ريسورسز أو ريسورسز خامات أو موارد. فده الاتجاه المتعارف عليه حالياً في العالم كله. إحنا سعداء بمبادرة جميلة حضرتك قمت بيها اسمها ما تخبيش وشك. فخلينا الأول نشرحها للناس كده. هي مبادرة ما تخبيش وشك مبادرة الهدف منها النظرة بشكل أشمل للأطفال، مبدئياً الأطفال وبتشمل تتوسع لتشمل كبار، لكن الأطفال اللي مولودين باختلافات تكوينية في شكل الوش والرأس أو ما اصطلح على تسميته بالعيوب الخلقية، وكمان حتى لو في مشكلات أو تغييرات مستحدثة نتيجة حروق، نتيجة إصابات، نتيجة التهابات، أي شيء بيغير في شكل الوجه والرأس تحديداً، لأنها بوابة التواصل بتاعة الإنسان مع نفسه في المراية كل يوم ومع المجتمع والآخرين. اعتدنا على أن احنا نتعامل كجراحين مع مثل هذه الحالات زي أي حالة جراحية. علاقتي بالمريض بتبدأ لما بنبدأ فحوصات العملية وبتنتهي لما بنخلص إجراءات المتابعة، وده في العادة مع معظم المشكلات الطبية والجراحية بيحل المشكلة للمريض، اللي بيشيل المرارة أو الزايدة أو اللوز أو ندبة في الجلد بتنتهي مشكلته. لكن اللي مولود باختلاف تكويني عادة بيجيني وهو مر بجزء من المعاناة أو المشكلة النفسية وبيكمل مشاكله وبتتحل بالتدريج مع النمو. غالبيتهم أو جزء كبير منهم بيستمر العلاج معاه ومراحل العلاج لحد ما بيكمل 18 أو 20 سنة. أحياناً واحد وهو بيصرف كده، ودي حاجة أكيد فكرته فيها، بيجيله حالة كده من الذنب الاجتماعي. تمام. أنا بصرف واشتري مثلاً أكل قد كده وأنا غيري مش قادر يعمل كده، أنا مش قادر أوصل، أنا بشتري لبس، أنا بشتري بسافر، أنا بصرف. فطرق الإنفاق دي هل كمان عندكم حلول أن أنا وأنا بصرف كده أقدر جزء من المصاريف بتاعتي دي تتوظف في حاجة أنا برضو بحبها، بما أنه حللت سلوك المستخدم ده؟ تمام. ده جزء أصيل في فكرة الأبليكيشن. في حاجتين. أول حاجة أنا بقولك أنت صرفتي قد إيه بداية، علشان ما يجيلكيش هذا الإحساس بالذنب. فأنا بقولك أنت صرفتي الشهر اللي فات 10 قروش ولا 8 قروش ولا 6 قروش وجالك كاش باك عليهم المبلغ الفلاني، فاحنا عندنا في ديسكو عندك زي حصالك، فانت بقى في حصالتك زي الحصاله بتاعتنا بتاعت زمان اللي كنا نجيب برطمان كده ونقطع الغطا ونحط فيه الفلوس اللي معانا. فانت عندك بقى الحصاله بتاعتك النهارده فيها قد ايه دينا؟ فيها 50 جنيه سي، بقى عندك 50 جنيه. طب ما تيجي بقى يا اما تصرفي ال 50 جنيه دول، واحنا عندنا ميزه انك يكون تقدري تصرفيهم كاش، تاخديهم كاش مش بديكي فاوتشر تصرفي. انت ممكن برضو تحولي نقط البوينتس بتاعتك الفلوس دي من عميل للتاني. يعني فين انت عندك ديسكو وعندك حد انت شايفه ان هو ايه يستحق الكاش باك ده وعنده ديسكو، فتحوليها له في رصيده على طول مباشره. حلوة. كفرد. فانت بتحولي لجهه او تقدري تحولي لشخص. والشخص بياخد فلوسه دي ازاي؟ تروحي لاي حد عنده مكنه من مكنات الدفع دي تقولي له انا عندي الكلام، لان احنا متفقين مع الشركات دي كلها. فيروح فاتح الدرج كده مديك ال 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه وتصرف. او لا، وانت قاعده في مكانك نزلها لي في المحفظه الالكترونيه بتاعتي عند اي شركه من شركات المحمول او اي محفظه الكترونيه تبع البنوك. احنا عايزين نعرف الخطر القادم على شركات السياحه، وهل انتوا بتقدموا نفس خدمه الشركه السياحه، او انتم او المنصات اللي تشبهكم، المنصات اللي بتقدم الخدمات السياحيه ممكن تبقى خطر على مستقبل القطاع ده؟ شركات السياحه ممكن تختفي بعد كام سنه؟ لا لا، هي مش ممكن تختفي الحاجه، هي احنا ممكن من ضمن الخطط بتاعتنا ان احنا نحاول نقدم الخدمه دي لشركات السياحه اللي هي الاوفلاين مش الاونلاين. هو لسه في حد اوفلاين؟ اه طبعا. في شركات سياحه كتير في مصر ما بتقدمش خدمه اونلاين، تشتغل على الاوفلاين، بتشتغل بالتعاون مع الناس التانية اللي بتقدم خدمات. تمام. انما هو لما هيكون لي منصه هو كمان تمام، هو بيكون متعاقد مثلا مع شركه 2 3 ايا كان، وبيكون واخد منهم عروض كويسه واسعار كويسه، ده بتاع شركات سياحه عروض خاصه بيه مثلا. ماشي. وهو بيحاول ان هو يسوق الحاجات دي بس اوفلاين. فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا دلوقتي الحمد لله الخبره ان احنا ممكن نتعاون معاهم ان هم نخليها اونلاين، وبعد ما هي كمان تبقى اونلاين تبقى من ضمن ممكن تبقى شركات السياحه اللي موجوده عندي على المنصه. الاول ليه الناس محبطه
من الشركات مقدمي خدمات السوشيال ميديا، ودي لو سألنا أي حد صاحب عمل هيقول لك أنا اتعاملت مع 10 شركات بطريقة كده يحسسك إن الموضوع ما فيش فايدة. صح. والسؤال الثاني، هو الناس محبطة بس ولا كمان اللي بيقدم الخدمة هو كمان لسه متلخبط؟ ده سؤال حلو جدا، هبدأ بيه بصراحة. هو كلنا محبطين فعلا، محبطين من بعض كمان جدا ده حقيقة. طيب ليه؟ يعني مش مجرد بنقول كلمة ومش عارفين وراها ايه كتكنيكال، يعني لان المجال لما بدأ في مصر ينتشر مش بيزد على كي بي ايز وماتريكس كلنا بتحاسب عليها، او بشكل ابسط منهجية واضحة لكل المؤسسات سواء اللي بتشتغل في قطاع التدريب او بتشتغل في قطاع تقديم السولوشنز في مجال الديجيتال. فاللي بيقدم السيرفيس دي معظمها، انا عايزه بس اترجم معلش، تقديم الحلول في مجال الديجيتال يعني الشركه اللي بتقدم لك خدمه بالزبط. اداره الصفحه بتاعتك بالظبط، بالكونتنت بالديزاين بالاعلانات وهكذا. فابتدى يحصل كونفليكت في ايه، ان انا وانا بقدم لك القصه دي برضو معظم الناس مش عندها اكسبيرينس حقيقيه، واخدها من فوق ان انا نزلت بوست على سوشيال ميديا عمل شير وانجيجمنت وبقيت انفلونسرز اند سو اون، فبقيت انا وخلاص جامد. انا جامد جدا بقى في حاجه زي دي، فبعلي سقف توقعات الناس اللي بتخش الاندستري مش بيزد على ساينس. الناحيه الثانيه كلاينت هو برضو سوشيال ميديا، انت هتعمل لي اعلان ب 100 جنيه هتوصلني لمبيعات سيز مليون جنيه مثلا، مش عارف ده مستحيل مش هيحصل. ويبدا هو يشتكي، لا انا ما خدتش اللي انا عايزه، انا بخسر، انا متضايق، انا مش حاسس شغلك، ونبدا نخش باحاسيس. وهو الشركه الناحيه الثانيه برضو مش عارف يوصل له احنا المفروض نتعامل مع بعض ازاي. تفتكر انه مهنه زي مهنه المذيع ممكن يبقى مستقبلها هو صانع المحتوى اللي بياخد دور المذيع؟ توافق على الراي ده ولا انت جدا عندك تجربه ثانيه؟ اوافق جدا، صانع المحتوى ده هو اللي جاي، رضينا او ما رضيناش هو اللي جاي، اللي عنده يعني اذا كنا بنشوف ان مواجهه الكاميرا اداه، فصانع المحتوى عنده ادوات كتير جدا، لو اكتسب الاداه دي هيقدر يواجه الكاميرا بمنتهى السهوله. يعني انت ما تقلقش من انه يبقى فيه محتوى كتير موجود حتى لو رديء؟ ما هو الرديء ده بيثبت قد ايه انا محتوى جيد. وكل ما فيه محتوى جيد حواليا هيدوروا في مناطق انا ما دورتش فيها، فهيستفز عقلي ان انا ادور على مناطق تانية. في رايك ايه اهم ما يميز المذيع الجيد؟ بخلاف انه يبقى حاضر. حاضر بمعنى انه متابع، يعني روتين يومه مبني على استقاء الجديد، استقاء الجديد كمعلومة كشكل كطريقة. بالمناسبة متابعة الترند مش تفاهة، متابعة الترند جزء من صناعة محتوى جيد. فأهم حاجة أحب أعرفها لكل الناس طبعاً إن القطاع المصرفي كله، البنوك وأكتر الشركات كلها بتحاول إنها تتحد مع بعضها علشان يبقى في حاجة بتحصل توصل للأفراد البساط. هديكي أبسط حاجة، بما أني في لجنة التنمية المستدامة في اتحاد البنوك، إحنا من 2014 بنطور، جمعنا نسبة من فوائد البنوك أو النسبة الأرباح اللي البنوك عملتها وعملنا مبلغ كبير جدا الحمد لله، وبنطور عشوائيات. تم اختيار منطقة حلوان دخلنا فيها إحنا من 2014 لغاية النهاردة، بنطور كل حاجة فيها، يعني مش الحجر بالحجر والبشر والأطفال والسيدات والرجال والشباب وكل حاجة. القطاع الخاص كان دائما أبدا الكل بيبص عليه إن هو دوره رأس مالية للمساهمين، إن هو مفروض إن هو يعمل ريفينيو ويعمل ربحية، والكلام ده من أيام ميلتون فريدمان من 2000 من السبعينيات. تطور الوقت والنهارده بنتكلم على ان القطاع الخاص ليه دور تنموي واضح، شريك تنموي مع الحكومات، لان الحكومات ما عندهاش الفاندنج التمويل الكافي ان هم يقوموا بالمجتمعات وان هم يعملوا دور التنموي اللي محتاجينه، سواء في التعليم ولا في الصحه ولا في البنيه التحتيه. ده اللي بنسميه مثلث التنميه. ده مثلث التنميه، الحكومه، القطاع الخاص، القطاع الخاص والمجتمع المدني. ان المسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه ده لازم يبقى جزء رؤيه داخل ورؤيه داخل المؤسسه، وجزء من الدي ان اي او الدم اللي بيمشي في شريان المؤسسه اول اوفر المؤسسه. فالقصه انه هي داخل الشريان بتاع المؤسسه، كل مؤسسه بتختار وفقا للفاليوز بتاعتها المجال اللي هي هتوبريت فيه او اللي هي هتتفاعل فيه مع المجتمع ومع السوق على فكره، ومع موظفينها ومع البيئه. ان احنا لما بنشتغل على المستوى المسؤوليه المجتمعيه في مبادرات،
انا انا محتاجه ان انا اوصل للناس اقول لهم انا بعمل ايه. بس انا مش طبيعي، مش لازم ان انا استفيد يكون في فايده مباشره ليا كشركه من هذا العمل اللي انا بعمله كمسؤوليه مجتمعيه تجاه المجتمع. احنا جزء من مجموعه كبيره اللي هي مجموعه ماليه إرمس، واحنا عندنا فاونديشن متخصصه للسي اس ار بالثري بيلرز بتوعه بالظبط، وبتعمل كل حاجه بتتعمل سواء صحه او اعاده تاهيل او بتاخد كرة كامله في الصعيد وبتطورها فروم اي تو زي. فاحنا مهتمين قوي نبقى كمان ريسبونسبل براند. يعني ايه ريسبونسبل براند؟ لان هي دي او يعني شركه مسؤوله، شركه مسؤوله ادائها في السوق بيعبر عن مسؤوليه. نعملها ازاي؟ فبنقول دايما ان احنا عايزين نوفر للعملاء بتوعنا حاجات مش طبيعي تكون متوفره في الشركات الشبيهه لينا، عشان لما العميل النهارده يقرر وسط المنافسه انه عايز يشتغل مع حد هيبقى عايز يشتغل مع حد قريب ليه، حد بيساعده. فبدانا نعمل حاجات مختلفه. اول حاجه مثلا بنعملها ان احنا مهتمين بتمكين الشباب، فقررنا ان احنا يبقى عندنا نموذج اعمال بيخاطب طلبه الجامعه. فحضرتك النهارده طلبه الجامعه يقدروا يحصلوا على قروض مثلا صغيره جدا. الهدف منها هنا الحقيقه ان انا اوصله للفاينانشال انكلوجن بدري قوي، ابدا ابني له كريدت سكور بدري قوي. اي حد بيشتغل في المجال ده بيشوف ان هو وقت ما خد القرار ان يدخل الطريق ده كان بياخد الطريق اللي هيوصله ان هو النهارده يتحكم في مصير كل البشر الموجودين على الكوكب. لان احنا بنتكلم مفيش النهارده، شفت مرعبه ايه مرعبه طبعا. لكن مفيش حاجه في حياتنا البرمجه ما بتدخلش فيها. التليفون اللي في ايدينا هو عباره عن سوفت وير او برمجه. كل الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا، العربيه اللي بنركبها، الاماكن اللي موجود فيها. النهارده بقى في حاجه اسمها سمارت هومز، بقدر اتحكم في كل الاجهزه الموجوده ببيتي عن طريق سوفت وير، فبقت موجوده في كل جزء من الحياه. فبالتالي ما بقتش اقدر افصلها عن حياه الانسان. حتى المصانع اللي بيتحكم في المكنه النهارده برامج مش اشخاص بالظبط. وحتى المهن التقليديه، وده حقيقي احنا بقالنا كتير في البرنامج بنحاول نقنع الناس بيه، اذا لم تتصالح مع الحلول التكنولوجيه الجديده مظبوط هتروح فين؟ للاسف ان هو ما حدش هيقدر يسرفايف بدون التكنولوجيا. ما فيش اي مهنه هتقدر تكمل بدون المكون التكنولوجي اللي موجود فيها، بدون ما يكون في مبرمج عارف ان هو يشتغل، سواء كانت المهنه دي حسابات، سواء كانت صناعه، سواء كانت تجاره، سواء كانت نقل، سواء كانت سفر. كل مجالات الحياه النهارده معتمده على التكنولوجيا. هنا الناس اللي عملت شغل عالي.